اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الاولى في الاهلي الليله، اولى فقرتنا مع ضيفي العزيز خوان فوانتس المندوب لرابطه الدوري الاسباني لاليجا. هيتكلم معانا على كل ما يخص الدوري الاسباني وايضا طبيعه عمله ووجوده في مصر. اخوان، في البدايه برحب بيك على شاشه النادي الاهلي، وشرف كبير ان انت تكون موجود معانا. لكن في البدايه عايز اعرف تفاصيل عملك كمفوض ومندوب لليجا في مصر. Muchas gracias por permitirme estar en el Al-Ahli TV. Bien, la Liga hace unos años nos dimos cuenta de que no solo somos un organizador de una competición, somos entretenimiento global. Entonces, nos dimos cuenta de la importancia que tiene salir al extranjero. ولكن ايضا بندي اهتمام لكل حاجه موجوده بره، بان نكون ليه شعبيه للليجا كبيره جدا بره. موجودة مصر تعتبر من ضمن 45 دولة ان هم مهتمين بالليجا في مصر. عملي يتركز في زيادة رقعة شعبية الدوري الإسباني، ومن خلال خطة عمل أعددتها رابطة الأندية المحترفة في الاتحاد الإسباني، وعن طريق مصر نقدر نشوف أي جهة بأن هي تبيع الدوري. Me refiero a empresas, sponsors, posibles patrocinadores. برضو بندور على شركاء ورعاة موجودين في مصر ان هي تدعم انتشار الدوري وتكمله. طيب، عايز اسال اخوان، اشمعنى القاهره او مصر اللي بدات الليجا ان هي تختارها كاول دوله في الشرق الاوسط؟ Bueno, es comentar que en Oriente Medio ya tenemos representación, tenemos una oficina en Dubái desde 2015. لدينا مكتب أيضا في دبي. Tenemos delegados como yo en Marruecos. ولكن أيضا في المغرب لدينا. En Emiratos, donde también tenemos una oficina. En Turquía tenemos una red desplegada en Oriente Medio. ¿Por qué Egipto es importante? لماذا مصر هي مهتمة؟ لأننا متواجدين في مصر وبنعمل مشاريع كبيرة في مصر بقالنا فترة. En 2015 también colaboramos con Pepsi Stars y llevamos a 23 niños egipcios a entrenar a España. Entonces, en Egipto ya tenemos actividad y presencia desde hace varios años. Y por supuesto, tenemos una representación permanente en el país para apoyar a nuestros partners. Y para descubrir ولذلك اخترنا مصر لان نشجع كل المشاركين. مليون مشجع بيدعموا الليجا الاسبانيه ومشجعين كبار للليجا الاسبانيه. Nos sentíamos obligados a estar aquí para acercarnos a los fans. نشعر برغبة شديدة بأن احنا نكون موجودين هنا، وهو كإجبار لأن احنا عندنا عدد كبير قوي من الجمهور موجود في مصر بيشجع الليجا الإسبانية. عايز أسألك وأقول لك، أنت شايف وجودك في مصر ومهمتك الحالية كمندوب لليجا الإسبانية، لليجا ماشية إزاي؟ هل الأمور ماشية بشكل جيد؟ Pues sí, la verdad es que es un país, como ya dije, donde la fiebre, نعم، كما قلت ان مصر بلد مهمة جدا وبلد كبيرة جدا، لديها العديد من الاعمال تقدر تخدم مجال الليجا. عدد الشركات اللي موجودة الداعمة للليجا. No solo de acercarme a clubes como Al Ahly o a la Federación. بطبيعة عملي أتقرب من أندية كثيرة زي الأهلي، ووسع رقعة عملي، وهذا يساعد الليجا في الانتشار بمصر بشكل كبير. وكل ما نكتشف أن هناك العديد من الأعمال يمكن عملها في مصر وهي في خدمة الليجا. يعني عايز اساله على الفوائد، اكيد وجوده في مصر ووجود مندوب للليجا في مصر بيعود بالفائده
على مصر وعلى كرة القدم المصرية من وجود مندوب ليها في مصر؟ Pues mira, una cosa muy importante que ya estamos haciendo es la transferencia de know-how. Hemos cerrado un acuerdo hace dos semanas con una universidad egipcia, con Slesca, para traer a Egipto educación en sports management. نحن دلوقتي في برنامج بادئينه اللي هو دراسة الإدارات الرياضية برنامج تبادل ثقافي ممكن نعمل تبادل ثقافي برنامج شامل للتبادل الثقافي ما بين البلدين hablar a Egipto y a enseñar en Egipto, a dar clases en Egipto. وبالطبع ممكن ان نرسل مدربين ينقلوا خبراتهم لمصر ويحصل تبادل في الإدارات الرياضية ما بين مصر والليغا الإسبانية. Para estar una semana en la sede de la liga, conocer a los equipos, conocer a los وايضا ممكن ان يكون هناك بعثات تقوم بالخروج من مصر ان هي تفضل موجوده في اسبانيا لمده شهر تعرف طبيعه الليجا هناك والجو العام في الليجا بيبقى عامل ازاي وينقلوا خبراتهم لما يرجعوا لمصر تاني Y luego múltiples iniciativas que estoy llevando a cabo, por ejemplo, mi relación con los medios. Aumentamos la calidad y la cantidad de la cobertura que se le da a la وايضا ما يفيدنا هنا في مصر اننا بدات اننا اوسع رقعة الاعلام واننا امده بكل ما يحتاجه بهدف اننا انشر الليجا بشكل اكبر واوسع وهنا في مصر في قابلية كبيرة لانتشار الليجا بسبب الجمهور الكبير المشجع بالفعل ليها. Hay muchísima cooperación, les envío semanalmente contenido de la liga, imágenes, vídeos. وهناك تعاون كبير بين البلدين بالفعل بالنسبة للرياضة بين الليغا الإسبانية ومتابعيها في مصر. También estamos hablando con la federación, estamos hablando con تحدثنا ايضا مع الادارات الرياضيه اللي موجوده في مصر والاتحادات الاتحاد المصري لكره القدم الوزير السياحه تحدثنا معه ايضا وسعنا موقعه علاقاتنا بهدف ان احنا نوسع الليجا الاسبانيه تبقى منتشره بشكل اكبر في مصر يعني عايز اساله سؤال خاص بالليجا هل يا اخوان شايف ان الدوري الاسباني مصنف ازاي ضمن الدوريات الكبرى في اوروبا Pues en términos de excelencia deportiva somos la número uno. احنا نعتبر رقم واحد الدوري الاسباني هو رقم واحد في اوروبا عندنا المتصدر برشلونة أتلتيكو مدريد العديد من المنافسة بتكون قوية جدا وأيضا أتلتيكو مدريد اللي هو بالكاد كسب البطولة الأخيرة على المستوى الرياضي احنا رقم واحد وهذا ما يؤكده هو الإحصائيات والأرقام أنا أتحدث بشكل موضوعي لا أتفخر فقط بالكلام ولدينا أيضا أفضل الفرق الأوروبية هي من الليغا الأسبانية ولدينا أول ست فرق هي من الليغا الأسبانية أخوان هل أنت شايف أن قلة أو أن البطولات في الدوري الأسباني أقل من عدد البطولات في الدوري الإنجليزي وبالتالي الفرق في أسبانيا عندها فرص أكبر أن هي تنافس على بطولات أوروبا زي دوري الأبطال أو الشامبيونز ليج أو اليوروبا ليج عكس الدوري الإنجليزي اللي عندهم أربع بطولات بطولة الدوري وبطولتين كاس وبينافسوا على بطولة في أوروبا por el nivel de te refieres por el nivel de campeones بيسأل هل ده بالنسبة للبطولات فقط؟ أنا بتكلم على الفرق الأسبانية وتصدرها للمشهد الأوروبي زي دوري الأبطال زي اليوروبا ليج عكس الفرق في إنجلترا فده اللي مخلي الدوري الأسباني أو الفرق الأسبانية هي رقم واحد في العالم hmm.
¿Te refieres a qué te refieres? ¿Al nivel deportivo en ese sentido? بيسأل حضرتك عن المستوى الرياضي. ¿Ves los rankings que elabora la UEFA sobre los clubes, los mejores clubes de Europa y la Liga? Es que te lo puedo enseñar. Primero, Real Madrid. أفضل الفرق. Atlético de Madrid. Tercero, Bayern de Múnich. Cuatro, Barcelona. أفضل الفرق الإسبانية كلها من الليغا الإسبانية. Los seis primeros, hay cuatro de la Liga. ومن الست الفرق المتصدرة هي الفرق الليغا. Estadísticamente, وفقا للإحصائيات, los equipos de la Liga son. فرق الليغا هي الأفضل لأوروبا. No es algo que diga el Dorian Asvani, o no es algo que diga el doble inglés, es algo que dicen los ليس له علاقة بالدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي, ولكن هذا يعود إلى أداء الفريق وقوته. Balones de oro, ¿quién ha ganado en los últimos años? El doble Asvani acaba de ganarlo, Luka Modric. لوكا مودريتش يشير إلى لوكا مودريتش هو الذي فاز بالأفضل لاعب في العالم في هذا الموسم. Entonces se pueden debatir muchas cosas, pero yo siempre. هناك العديد من الأشياء ممكن تحدث عنها بخصوص قوة الفرق الإسبانية ومستواها وأدائها, ولكن الإحصائيات هي تؤكد كلامنا. عايز أعرف يا إخوان الفرق أو الفريق اللي بتشجعه في إسبانيا, وهتقولي بصراحة. Yo soy de Vigo y entonces mi equipo es el Celta de Vigo. El Celta de Vigo هو فريق المفضل وهو سعيد جدا بتشجيعه لهذا الفريق, وسعيد أيضا من وجود أحمد حسين ميدو النجم العالمي في هذا الفريق. منذ أن كان صغيرا ذهب للإستاد وكان يشجعه بشدة, وكان شايفه زي الفرعون المصري, أول فرعون مصري يشجعه في سيلتا فيجو. هل شعبية ريال مدريد في إسبانيا أكبر ولا برشلونة, ولا الفريقين متساويين في الشعبية؟ Pues es una buena pregunta y yo te diría que los dos por igual. Son dos equipos cuya popularidad tanto en España como al nivel global no tienen comparación. بالنسبة للمستوى العالمي للليغا وأدائها, ما فيش فرق بينهم هما الاثنين. Aquí yo alucino, yo qué sé, yo viví aquí hace tres años. أنا عايش هنا في مصر منذ ثلاثة أعوام وأعمل في السفارة الإسبانية, ودائما أرى الناس يرتدون قمصان ريال مدريد. ليس ما يهمني هو ارتداء قميص أي فريق ريال مدريد أو برشلونة, ولكن ما يهمني أن يكون من يرتدي هذا الفريق ودعم الليغا الإسبانية. Ese poder que tienen los clubes españoles. هذه هي السيطرة التي تفرضها الفرق الإسبانية بسبب أدائها وقوتها. من يعرف ريال مدريد يعرف البارسا, ومن يعرف البارسا يعرف ريال مدريد بالتأكيد. هسألك سؤال خاص برونالدو. هل بعد خروج رونالدو من ريال مدريد ممكن يكون أثر بالسلب على الدوري الإسباني وعدد المشاهدات وعدد المتابعات؟ Bueno, la Liga, algo que comentar, que bueno, efectivamente Cristiano Ronaldo para nosotros ha sido uno de los mejores jugadores que ha pasado por la Liga. Ronaldo أحسن اللاعبين الموجودين في الليغا الإسبانية. تسعة أعوام يعمل في الليغا الإسبانية بجد. Para no depender de un jugador, porque la Liga española de fútbol es un fenómeno global. ولكن الليغا الإسبانية هي لعبة عالمية ودوري عالمي لا يتأثر بخروج لاعب واحد. يذهب العديد من اللاعبين ويعودون مثل رونالدينيو, مارادونا, ستويشكوف. ولكن ما يحدث أن العديد يذهب, ولكن الدوري الإسباني يظل هكذا. A la pregunta de qué pasa con la liga después de Cristiano Ronaldo, yo siempre respondo. ولكن إذا كنت تسألني ماذا سيحدث في الدوري الإسباني بعد خروج رونالدو, يمكنك أن تسألني سؤال بشكل آخر, ماذا حدث بعد ولود رونالدو, بعد دخوله الدوري الإسباني, بعد لعبه في ريال مدريد. Con lo cual es
es hombre que efectivamente claro que para la liga بالفعل هو شخص مؤثر في فريقه ولكن الدوري لن يتوقف ولن تتوقف الليغا الاسبانيه ان هي تكون افضل دوري في العالم عايز اسالك على البالون دور او جائزه احسن لاعب في العالم هل خروج رونالدو من ريال مدريد اثر عليه بشكل سلبي في ان هو يحصل على جائزه افضل لاعب في العالم وان مودريتش هو اللي حقق الجائزه وهل انت شايف ان مودريتش يستحق انه ياخد البالون دور ولا لا Pues sí, y a tu pregunta de cómo se prepara la liga o cómo ha afectado a la liga que Cristiano Ronaldo se haya ido. بالفعل. Nuestra liga sigue ganando los balones de oro en los últimos 10 años, todos los balones de oro. بالفعل في اخر 10 اعوام. De la liga y كانت الليغا الاسبانيه تتخذ خطوات في وجود الجوائز ومن حق لوكا مودريتش ان هو يتخذها بدلا من رونالدو. طيب عايز اروح معاك لسالتا فيجو وعايز اسالك على ميدو خلال وجوده مع الفريق، هل تتذكر المشوار اللي قضاه ميدو او احمد حسام مع الفريق بشكل جيد؟ Sí, yo me acuerdo que le vi cuando tenía 12 años en muchísimos partidos. لما كان عمري 12 عام كنت أتابع أحمد حسام ميدو بسيلتا فيجو وهو كان هداف سيلتا فيجو وكان ينشر له العديد من الفيديوهات وكان يشيد بأدائه العظيم في سيلتا فيجو ولعيب شجاع جدا ورائع جدا هو يشجع سيلتا فيجو من قبل احمد حسام ميدو ولكن كان سعيد عندما وجده هو بيلعب في سيلتا فيجو ريال مدريد ولا بارسا سيلتا فيجو عندما يرى الناس يسالوه الدوري الاسباني تشجع برشلونه ولا ريال مدريد هناك العديد من الفرق ايضا موجوده في الدوري الاسباني غير برشلونه وريال مدريد بالتاكيد اتذكر ميدو وادائه وتفوقه العظيم في سيلتا فيجو واهدافه العظيمه اللي دخلها وهو مع سيلتا فيجو هسالك سؤال سهل مين من اللعيبه المصريه اللي انت تتمنى او انت شايف ان هي ممكن تكون موجوده في الدوري الاسباني الفتره القادمه Sí, es una pregunta que me hacen bastante y mi respuesta es siempre la misma. Sí que es verdad que solo ha ido Mido, luego estuvo en Rotarek en el Betis, pero no jugó. Históricamente no hay muchos jugadores de la liga. والليغا الاسبانيه تحتوي على العديد من الجنسيات لماذا لا يكون لدينا العديد من اللعيبه المصريين في الليغا الاسبانيه الكره الاسبانيه والكره امريكا اللاتينيه مليئه بالعديد من الجنسيات ايضا culturales, históricos, porque las relaciones entre España y Latinoamérica, por motivos que todos conocemos, siempre han sido muy buenas y eso al final... En el relación الحضاريه ما بين اسبانيا وامريكا اللاتينيه كبيره جدا لذلك يكون هناك عمليات انتقالات للعيبه كبيره وكثيره ما بين اسبانيا وامريكا اللاتينيه ولكن ما بين مصر واسبانيا ما فيش التبادل اللي بيحصل لنقل اللعيبه ما بين مصر واسبانيا ما بين الدوري الاسباني ولكني اعتقد أن وجود لعيبة مصريين في الدوري الإسباني سيسعدني. طب احنا ما قلناش محمد صلاح، هل محمد صلاح ممكن يكون موجود الموسم القادم في أحد الفريقين زي ريال مدريد أو برشلونة؟ أو هل شايف مستواه
يؤهله ان هو يكون نجم من نجوم الدوري الاسباني الموسم القادم على سبيل المثال؟ Bueno, yo siempre he visto el hat-trick que ha marcado la esta semana contra el Bournemouth y está claro. رأيت وهو يسجل الهاتريك هذا الموسم في الفترة الأخيرة. يعجبني محمد صلاح كشخص وأداء وكإنسان أيضا. ليس لدي شيء أقوله حول انتقاله لريال مدريد أو برشلونة. Y diría en el mundo entero del nivel de Mohamed Salah, todos coincidimos. Tanto فكرة اسبانيا عن محمد صلاح ما نقدرش نقول حاجة لأنه هو لعيب كبير جدا. ليس لدي تعليق على أدائه بالفعل. إنه أحد أفضل اللاعبين الموجودين حول العالم وهو شرف أنه يكون من مصر. رابطة الليجا اللي أنت موجود بتمثلها في مصر، هل ممكن يكون في بعض البروتوكولات أو الاتفاقيات ما بين رابطة الليجا والاتحاد المصري في كيفية تطوير الكرة المصرية بالتعاقد مع لعيبة تروح للدوري الأسباني فتكون موجودة، فده يرفع من شأن الكرة المصرية وأيضا الكرة الأسبانية؟ Bueno, en la Liga comentar que nosotros sí que a nivel global estamos cerrando protocolos, acuerdos con muchísimas federaciones para desarrollar el fútbol intercambiado. Con la que firmamos un protocolo. Con la Liga Egipcia yo he tenido alguna que otra. ولكن بالنسبة للاتحاد المصري بدأنا في عقد اتفاقيات معهم. بدأنا في تبادل ثقافي. بدأنا. نعتقد أن الأمر فعلا يستحق التنمية والتطوير من قبل الاتحاد المصري والاتحاد الأسباني. شايف إزاي وجود النادي الأهلي من فترة في نادي ريال مدريد، تبادل ثقافات، تبادل أفكار، إزاي شفت الموقف وإزاي قيمته كنادي الأهلي وكريال مدريد والتعاون مع بعض؟ Pues muy buenas noticias. Desde luego que para mí cualquier acercamiento entre equipos de fútbol español. أي اتفاق ما بين فريق إسباني وفريق مصري وخبر يسعدني جدا. Jugando un amistoso contra el Rayo Vallecano como si es el Ajli yendo a Madrid y recorriendo y conociendo cómo funciona la estructura. ووفود البعثات من فريق الأهلي لريال مدريد يكون له تأثير قوي. ما بين الاتحادين ما بين أيضا الفرق الأسبانية والفرق المصرية هذه أخبار عظيمة جدا. أيضا يعني إزاي شايف تطور الكرة الأسبانية خلال الفترة الأخيرة وأن الدوري الأسباني يتفوق على دوريات عديدة زي الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي ويبقى رقم واحد، إزاي ده حصل في الفترة القصيرة الأخيرة؟ ¿Cómo se convierte la Liga Española en la...? Vale. Pues para empezar, para nosotros es muy importante el desarrollo y la incubación del talento. El mujer en la Liga Española es que va a tatawar y tadaim al mawahib al sabira. Inversión en tiempo. وبذلت جهد ووقت كبير في تطوير هذه المواهب لتخرج أفضل صورة عندها. ورأينا في السنوات الأخيرة التطور الكبير أن إسبانيا كسبت كأس العالم وسعداء الآن بأن الأداء لحد ما مستقر للفرق الأسبانية. تابعنا الفترة الأخيرة أن اللعيبة في الدوري الأسباني أصحاب الجنسية الأسبانية بيقلوا وبيبقى فيه اجانب اكتر، هل ده اللي اثر بالسلب على المنتخب الاسباني في الفتره الاخيره؟ بو
Bueno, a ver, en la Liga al final, al atraer al talento, al atraer jugadores de tantos países, tenemos jugadores de 50 países. الليغا الإسبانية تضم العديد من اللاعبين من العديد من الجنسيات أيضا أفريقية ومن أمريكا اللاتينية ومن أوروبا ومن إسبانيا بالتأكيد حتى يكون مستوى الليغا الإسبانية في أفضل صوره. هرجع معاك تاني لمصر وللنادي الأهلي. منتخب مصر لعب ضد إسبانيا أكتر من مرة، كمان النادي الأهلي لعب لقاءين ضد ريال مدريد وضد برشلونة. هل أنت شايف أن ممكن يكون في مباريات قادمة يتم تنظيمها ما بين أندية في مصر وأندية في إسبانيا؟ Claro que sí, 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 claro que sí. Hace poco ha jugado el Ajran contra el Rayo Vallecano. Hace un año tuvimos al Atlético de Madrid. هناك أتلتيكو مدريد موجود في القاهرة. بالتأكيد هناك تواصل بشكل تام بين الليغا الإسبانية والفرق الإسبانية مع الاتحادات المصرية والفرق المصرية. ممكن نشوف في مصر يعني منافذ بيع للليغا بشكل عام من أندية مختلفة، برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وهل ممكن يكون مش بس في القاهرة، في كل المحافظات؟ Pues eso es algo que por ahora no tenemos cerrado ni confirmado y en cuanto haya noticias de este tipo de proyectos. حتى الآن ما فيش أخبار عن هذا المشروع، ولكن في القريب العاجل سوف نوافيكم بالتجديد. طيب عايز أسأله على مصر أو عايز أسألك على مصر بشكل خاص، مين الفريق اللي بتشجعه وهل بتتابع المنتخب المصري أو الدوري المصري؟ كل 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 فاري كل الفرق المصرية يشاهد فرق في الدوري الأفريقي وشاهدت العديد من المباريات، مباريات عديدة للأهلي والزمالك والاتحاد والأهرام. أحب كرة القدم وأحب معيشتي في القاهرة. غير قادر أن أنا أصرح بأي فريق أشجع، أنا ما فيش فريق بعينه بدعمه، ولكن هو ده السؤال بشكل عام يعني. هل شايف ان طبيعة اللاعب المصري ممكن تتماشى مع الدوري الاسباني وان اللاعب المصري ما يبقاش عنده اي مشاكل لما يروح اسبانيا، والعكس صحيح؟ هل انت شايف ان اللاعب الاسباني ممكن يكون موجود في الدوري المصري او طبيعته تتماشى مع مصر ومع طبيعة الدوري المصري؟ Sí, claro que es posible. بالتأكيد هذا ممكن. إسبانيا أنا عشت في مصر منذ فترة كبيرة وأعلم طبيعة الحياة في مصر، وبالتأكيد هم يقدروا أن هم يتعايشوا المصري في إسبانيا والإسباني في مصر. بالتأكيد هناك العديد من الأشياء المختلفة، ولكن أسلوب المعيشة متقارب جدا ما بين اسبانيا ومصر. لدينا نفس الثقافه ونفس الحياه الاجتماعيه وتعاطي الشيشه مثل عندنا في اسبانيا. خارج نطاق كرة القدم، إسبانيا ومصر متقاربة بشكل كبير، وأعتقد أن كل المصريين اللعيبة المصريين بإمكانهم أن هم يلعبوا في الدوري الإسباني والعكس صحيح. خوان، أنت هنا موجود في مصر بتمثل رابطة الدوري الإسباني، هل ممكن نشوف نجوم من الليغا يعني يكونوا ممثلين للدوري الاسباني او لرابطه الدوري الاسباني في مصر زي لعيبه من برشلونه، لعيبه من ريال مدريد، لعيبه من اتلتيكو مدريد؟ Pues no lo sé, eso es algo que si se hace os lo informaremos y لا اعلم حتى الان، ولكن اذا كان في شيء من هذا القبيل سوف ابلغ الاعلام على الفور.
ولكن حتى الآن ما هو واضح أمامنا أن ليس هناك أي خطة لذلك. ولكن سوف نأخذ في عين الاعتبار هذه النقاط وندرسها. الدوري الأسباني الموسم الحالي برشلونة متفوق ريال مدريد بعد رحيل زين الدين زيدان عنده تراجع شوية في المستوى. هل أنت شايف أن برشلونة هو الأقرب للفوز بالدوري الأسباني ولا ريال مدريد قادر أنه يعود من جديد علشان ينافس برشلونة على اللقب؟ Perdón, no he entendido la pregunta. ¿Usted puede, Real Madrid o Barcelona, que pueden ganar el premio o la Liga Española? ¿Quién puede ganar, Barcelona o Real Madrid? Este año la Liga está siendo muy competitiva. هذا العام الليغا الإسبانية صعبة جدا وشديدة وقوية في المنافسة. 9 نقاط تفصلهم عن كونهم الأول. يفصلهم 6 نقاط أنهم يكونوا في المركز الثاني. كأس العالم للأندية وجود ريال مدريد في دولة الإمارات وكونوا بطل أوروبا، هل أنت شايف أن ريال مدريد ممكن يفوز بلقب كأس العالم للأندية وبالتالي يعني يزيد من ألقاب الفرق الأسبانية، ولا فريق زي ريفر بليت ممكن يكون منافس قوي وعنيد لفريق ريال مدريد في الوضع الحالي للي بيمر بيه الفريق الأسباني؟ Yo creo que es perfectamente posible que el Real Madrid gane. بالتأكيد ريال مدريد لديه الفرصة الكبيرة أن هو يكسب، ولدينا أفضل فريقين في العالم ريال مدريد وبرشلونة، وهما الاثنين بينافسوا بشكل كبير جدا في هذا الدوري، وأعتقد أن ريال مدريد لديه فعلا الفرصة أن هو يعوض وياخد الدوري. النهاردة أو امبارح كان في قرعة دوري الأبطال، والفرقة الأسبانية يعني في مواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وأيضا ريال مدريد هيكون موجود، برشلونة هيلعب مباراة أمام ليون. عايز أعرف مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس هو شايفها إزاي كأول مباراة لرونالدو يعود من جديد تاني لأسبانيا؟ Pues sin duda es una Champions League muy interesante, veamos qué pasa. Cada vez se hace, estamos en octavos, pero cada vez se hace mucho más interesante. هذا سيشعل حرارة الدوري أكثر، الدوري شديد وقوي ومليء بالنجوم العديدة التي تلعب في اليوفنتوس وأيضا في ريال مدريد. وهتبقى الوضع الصعب ان رونالدو يلعب ضد ريال مدريد، واحنا على ولع شديد عشان نعرف ايه اللي هيحصل. برشلونه وليون، برشلونه المهم هتكون سهله بالنسبه له في فوزه على فريق ليون، ولا الموضوع او المباراه لم تحسم بعد الا بعد المباراتين يتلعبوا؟ A ver, en la Champions League yo creo que nada es fácil, es una competición de un nivel brutal, pero bueno. في الشامبيونز ليج صعب ان احنا نقرر من دلوقتي ما سيحدث. في النهاية أداء كل فريق هو سيحسم من سيحصل على اللقب ومن سيصل إلى نهاية الطريق. نتمنى أن هي تظل كذلك وأن برشلونة تحسم الدوري. هل لو سألتك على الدوريات اللي بتشجعها طبعا غير الليغا، ايه الدوريات او ايه الدوري اللي انت بتحب تتفرج عليه بعد الليغا؟ A nivel mundial, a nivel global. في اوروبا بتكلم في اوروبا، يعني الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي. Nada, la liga tiene contacto directo con todas las ligas profesionales de Europa por varios motivos. Hay una asociación europea de clubes
هناك العديد من الجمعيات بتوضح وشجع العديد من الدوريات الفرنسية بطبع العلاقات التي تتم بين الليغا الأسبانية وهذه الدوريات من فرنسا والإيطالية وأيضا الإمارات والمغرب. نتعاون بالكاد مع كل هذه الاتحادات tenemos muchísimos acuerdos de والدوريات أيضا. سمعنا إن في قرار ممكن يتم تطبيقه من الموسم القادم في الدوري الأسباني بتقليص أو تقليل عدد الأجانب المشاركين في الدوري الأسباني زي الدوري الإنجليزي زي الدوري الإيطالي علشان يزيد من قوة المنتخب الوطني. هل الكلام ده صحيح فعلا؟ Pues no lo sé, la verdad, al final son cosas que no están confirmadas. لا أعلم لأن كل هذه الأشياء لم تؤكد حتى الآن. Una competición con jugadores extranjeros siempre la enriquece, sobre todo cuando nos movemos en un entorno global. احنا نتعامل مع قرارات عالمية لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار حاتم في هذا الأمر. لدينا لعيبة من 50 بلد مختلفة. Pero yo creo que cuanta más gente traigas del extranjero, más internacional es tu competición. تقييمك للدوري المصري، انت في مصر بقالك 3 سنين، هل انت شايف الدوري الموسم الحالي افضل؟ تقييمك للنادي الاهلي لو متابع النادي الاهلي في الدوري المصري ايضا في افريقيا، ايه اللي شايفه مختلف في الدوري المصري عن كل سنه مقارنة ان انت موجود في مصر بقالك 3 سنين؟ Yo, por ejemplo, siempre tengo una relación buena, por ejemplo, con Al Ahly. Cada vez estoy hablando. لدي علاقة طيبة تجمعني بفريق الأهلي بسبب الأعمال التي نعملها مع هذا الفريق والتي والأنشطة التي نشارك فيها سويا. ونسعى لتبادل مدربين ما بين الليغا الأسبانية وفريق الأهلي ونتبادل الثقافات، وكان هذا محور حديثنا دائما مع فريق الأهلي لتطوير الدوري المصري، ونسعى دائما للتعاون القوي ما بين الليغا الإسبانية والليغا المصرية. آخر حاجة، مين أكتر لعيب بتحبه في النادي الأهلي أو أكتر لاعب أنت شايفه نجم بالنسبة لك كمشجع إسباني موجود في مصر؟ أفضل لاعب في النادي الأهلي من وجهة نظره. Bueno, los nombres, yo soy muy malo con los nombres, pero me encanta. أنا سيء في تذكر الأسماء ولكن مروان محسن أعتقد أنه الأفضل. Pero muchísimos, te quiero decir. ولكن هناك العديد من اللعيبة. Porque es el que me viene a la cabeza. Pero tienen muchísimos buenos jugadores, por supuesto. فريق الأهلي لديه العديد من اللعيبة الرائعين بالتأكيد. اخوان فوانتس بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناة الأهلي، شرفتني ونورتني، وإن شاء الله يعني يكون في لقاءات جاية كتير علشان نتكلم فيها أكتر عن الدوري الأسباني ودور الليغا في مصر. شكرا جزيلا، البلاسير إس ميو. ثانك يو سو ماتش. كنا مع حضراتكم في الفقرة الحوارية الأولى مع اخوان فوانتس مندوب رابطة الدوري الأسباني لليغا في مصر، وتكلمنا معاه بشكل عام عن كل ما يخص الكرة الأسبانية. هنروح لفاصل وبعديها نرجع نستقبل نجم النادي الأهلي الكابتن خالد بيه.